معانا الدكتور محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أسامة، وأهلا بيك يا فارس، تحياتي ليك ودايما متواجدين أهلا كده بيك يا وحياتي دكتور، ليك. مجهود عظيم للأمانة يعني. مبدأ حبيبي يا فارس، الحمد لله، والله الحمد لله. مبدئيا هارد لك طبعا على الهزيمه النهارده، ولكن الانجاز بالتاكيد ان انت في 12 فريق من افضل انديه العالم بنصل للنصف النهائي، في اللي مش عايز اقول مفاجاه، ولكن هي دي، هو ده النادي الاهلي وده الايمان بتشجيع النادي الاهلي. فطبعا النهارده هارد لك على الهزيمه، ولكن قول لي يا دكتور، يعني حطنا في الصوره، التعامل مع اللجنه المنظمه، جماهير النادي الاهلي، والتسهيلات الكبيره اللي حضرتك عملتها خلال البطوله بالكامل عشان يكون جماهير النادي الاهلي بالساعه الكامله، وردود افعال اللاعبين نفسهم النهارده بعد الهزيمه واستعدادهم لمباراه الثالث والرابع. والله تمام، وزي طبعا ما انت شرحت كده، الحمد لله اللعيبه يعني عملوا انجاز كويس. اكيد طبعا احنا كنادي اهلي دايما بنامل نكون في المقدمه وفي مراكز البطوله، وبنصعد البطوله ولو ما كانتش البطوله حضرتك على مستوى بنلبس على ميداليه، واحنا لسه بنلبس ميداليه يعني بكره ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا الاجواء اللي احنا كنا فيها قبل ما نيجي البطوله كانت اجواء صعبه شويه، الناس كلها كانت عارفه ده، وما حبيتش اتكلم فيه يمكن قبل البطوله، لما يبقاش فيه أي علاقة فردية لأي جماهير أو لبعيدة، لكن طبعا هما قدي أفضل ما عندهم يعني، كان داخلين البطولة تجهيز جهاز فني، الضباط حتى كانت الضباط في العناصر الأساسية للاعبين، كان طبعا الحالة النفسية ما كانتش أفضل حاجة بعد ماتش كأس أفريقيا، فكان عوامل كتير عامل تأثير سلبي على الفرقة، لكن الحمد لله يعني قدروا الولاد الاختيارات والكلام ده بسرعة، وبدأ يخش في أجواء البطولة، وبدأ يبقى في معروف قوية جدا، وبقى له فرص كتيرة، ووصل المربع الذهبي طبعا في 12 فريق، 12 فريق كلهم ثلاث أبطال قارات، فده يحسب ليهم ويحسب للجهاز الفني التجاري طبعا، حسب كل المنظومة بتاعت النادي الأهلي، يحسب طبعا لجمهور النادي الأهلي العظيم، ما كناش محضر بتاع كمان من قبل ما نيجي الحقيقة، وهم مهتمين وبيتواصلوا معانا على طريق التدريب والتشجيع والدعم، وكل يوم زي ما انتم بتشوفوا الطلب بتزيد اكتر عن المباراه اللي قبلها، كل يوم الساعه بتاعتنا بتزيد اكتر واكتر، يعني كمان نلعب في ماتش الكاس يعني عدد كبير جدا، وحاسين ان احنا موجودين في بلدنا. طيب واضح يعني، قبل ما نروح البطوله حضرتك يا دكتور استعرضت حاجات احنا كلنا كنا عايشينها، فريق مش في افضل احواله كنتائج، مدير فني بيرحل، يعني مش دي الظروف اللي انت مفترض تكون رايح بيها بطوله صعبه جدا وقدام عمالقه العالم في اللعبه، فعمرك ما تشوف النتيجه دي في الملعب غير لما يكون في نوع من التهيئه النفسيه، وده بيكون دور الاداره واكيد كان دور واضح ليك. كنت بتتكلم مع اللعيبه في ايه، او كنت بتتكلم مع الجهاز الفني في ايه، وكنت حاسس مردودهم ازاي قبل ما تبدا البطوله في ظل الظروف دي؟ والله شارك، هو طبعا زي ما انت قلت كده كلامك مظبوط، الاداء النفسيه شويه عن اللعيبه مش افضل حاجه، وحتى احنا التدريبات اللي كنا بنختارها والناس بتلاحظ ان هي بتبقى حاجه نفسيه اكثر منها فنيه، يعني احنا في ماتشات كتير راحت مننا اخر دقيقه واخر نص دقيقه، وتبقى انت كسبان وتتعادل وتخسر صحيح زي ما حصل في الدقيقه الاخيره، يعني انت من 30 ثانيه والكوره معاك بتبقى حته نفسيه شويه اكثر منها فنيه. طبعا احنا مش بنفس الجانب الفني، بالعكس تعاقدنا مع مدرب افضل مدرب في العالم، ابدا بقى نتكلم مع النادي الاهلي ديفيد، يعني راجل صنف كان افضل مدرب في العالم في بدايه سنه 2020 توب ليفل، وهيفتح بقى هو طبعا يعني الاداره هتكفي كل احتياجاته، والله الراجل دي هو اللي ليه رؤيه، هو اللي ليه كلمه، اكيد هو متابع البطوله دي كويس، عندنا عناصر صحيحه ممتازه تكتيكيه روح عاليه، طبعا هيبقى في مطالب فنيه ايا كان تعاقدات محترفين انا هختار له كل اللي هو عايزه، لكن ده انا بطمن على الجمهور الاهلي عليه ان الاداره هي ضاحيه الفرقه وبتاخد الفريق الفني، هيبقى في اكيد دعم كل الالعاب يعني النادي، لكن طبعا هو الفريق الوحيد كنت بتكلم معاهم كل يوم يعني يوميا، يعني حتى بعد اي تدريب بنعمله كنت بتكلم معاهم قبل المباريات، طبعا كل المباريات بتاعتنا يعني الثلاثه اتكلمت معاهم ان هم لعيبه كويسه ولعيبه موجوده وعندهم اكثر من كده بكتير يقدموه جمهور النادي الاهلي، وان احنا عندنا فرصه تاريخيه ان احنا نمحي بقى اللي فات ونمحي الصوره السيئه اللي كانت موجوده في اخر اربع او خمس سنين عند جمهور النادي الاهلي مع فريق زياد في البطوله دي، يعني
قدام فرص كبيره ان انتوا لو حققتوا مركز محترم فيها جمهور الاهلي يبقى وراكم ويتفرجوا ويبدا يكفر وينسى الاتفاقات اللي فاتت وانتوا عندكم ده الامكانيات تاهلكم ده. وكنا كل يوم الحمد لله يعني بنتكلم معاهم بهذا الشحن النفسي يعني، والحمد لله هم بيستجيبوا وهم رجاله وقدم عليهم. كان واضح. خليني اقول لك يا دكتور محمد، يعني فيديو ليك انتشر يعني بشكل كبير جدا اخر 30 ثانيه في مباراه بنفيكا، وازاي كانت ردود افعال مشجع للنادي الاهلي درجه ثالثه، وحماس يعني كان رهيب جدا في الاحتفال بالفوز والصعود للدور نصف النهائي. لكن بعد الهزيمه في كلام بيبقى مختلف تماما، وانت رايح بتكلم لاعبين هم ظروفهم اشبه كتير جدا بظروف فريق كره القدم في كاس العالم، ايضا نقص لاعبين كانوا منضمين مع المنتخب، احنا عندنا مهاب وسيسا، وطبعا الف سلامه على فوكس اللي تم اصابته في مباراه بنفيكا. طبعا احنا برضه النهارده يا فوكس لعيب قايل ولعيب بيعلي بيتفرع عليك كده، اكيد استنى النهارده برضه مباراه مع سيسا ومع مهاب. بالتاكيد. قول لي بقى الكلام اللي انت يعني، هل اتكلمت مع الفريق بعد المباراه النهارده واستعدادهم لمباراه الثالث والرابع، وبرده زياره الكابتن محمود الخطيب للبعثه كان اثرها النفسيه ايه على اللعيبه، وايه اللي تم من الكابتن محمود الخطيب والرساله اللي وجهها للعيبه والجهاز الفني؟ لا الكابتن محمود طبعا كان حريص ان هو يكون مستريح امبارح، يعني جه طبعا امبارح بعد صلاه الجمعه وقت الصلاه والكابتن بيطلع بعد كده، وكان حقيقه برضه كلام ايجابي مع اللاعبين، في حاجات برضه كتير ودعم كتير ان احنا في الاداره بنحبهم معاهم وبنامل دايما ان هم يوصلوا للقمه. وفي نفس الوقت برضه الحقيقه هو اتكلم معاه برضه مثلا هو وده انا بتكلم فيه معانا ان احنا حققت مكسب حققت فوز لكن ما تريحوش يعني، ما يبقاش في فرق في السعاده او الابتسام عشان ما تجيش المباراه اللي بعديها مش بس انه ممكن يحصل خساره، لا ممكن يحصل خساره وكمان بفرق كبير وفرق مش حلو ما بينش النادي الاهلي يعني، حتى سواء مثلا في الماتش بتاع برشلونه والترجي اللي كان فرق مش عارف كان 15 نقطه تقريبا او فرق 15 هدف بينهم، فقال لهم مش عايزكم في المباراه القادمه هي مباراه اليوم يعني تبداوا تخشوا بقى انتوا عايشين ومبسوطين فتريحوا فيحصل خساره كبيره بقيت بتطلع بطل عادي. فكان كلام يعني موزون جدا وحاسس نفسي في نفس الوقت يعني في تركيز ان هم ما يفرحوش او ما يريحوش، وهم بصراحه يعني طبعا هم قدم عليهم لعب مع بطل العالم ده حقيقي فريق حامل اللقب في برشلونه في كان فاتت وفرقه يعني كلها منتخبات عالميه، وبصراحه عندنا لسه برضه سكان صغير يعني بعض الفرق ما صغيره دي بس فرقه وهنقدر ان شاء الله باذن الله. ويمكن حتى الجماهير كانت النهارده بعد الاداء كانت بتشجع فارس اكيد يا سامة. في سؤال اخير يا دكتور سراج قبل ما تسيبنا، اكيد كان لك كلام وتعقيب مهم جدا، انا مش حابب اخدك في حته بعيد كمان عن اجواء البطوله ولكن مهم جدا، انت كنت في الحدث وكنت شايف جمهورنا ازاي في السعوديه وقبلها في الكويت، وجمهور الاهلي اللي خارج مصر بيملا المدرجات في كل مكان، وكان لك رساله مهمه تخص الدوري المصري وتخص جمهور النادي الاهلي، اكيد يا دكتور عندك رغبه زي ما شفنا كمان النادي الاهلي بيتواصل مع رابطه الانديه وبيشدد على حته الحضور الجماهيري، اكيد عندك رغبه تشوف نفس المشهد ده موجود في مدرجاتنا خلال مباريات الدوري. اكيد يعني اكيد يا فارس اتمنى ان احنا نشوفه، ومجلس الاداره يمكن كان معاقب تحديد امبارح ده حقيقي او امبارح قبل خد قرارات في الموضوع ده، وبدانا ان احنا بنخطط الاتجاهات الرسميه والرابطه المؤسسيه عداله جمهوريه ما بين الفرق كلها، واكيد ده يعني احنا عم بتشوف ده بره مصر طبعا مع جمهور النادي الاهلي، فاكيد هتتمنى ان انت تشوفه طبعا في مصر كمان لان جمهور النادي الاهلي يعني في الملاعب في مصر، وده هو في النهايه صالح يعني هو صالح اللعبه وصالح الدوري وصالح الرياضه وصالح المنتج وصالح التسويق بشكل جاي، هي الموضوع كله محتاج تنسيق مظبوط ومحتاج تركيز مظبوط، يعني احنا هنا مثلا الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نوصل للاعداد دي او الشكل جميل كده ازاي؟ طبعا الاساس انه التزام الجمهور هنا واحترامهم جمهور محترم جدا ومنتظم جدا وتشجع بكل قوه وفي نفس الوقت باحترام وعلاقته بكل حتى الجماهير الانديه الاخرى طيبه في تاريخ
شجعنا في الماتش بتاعنا في بنفيكا. شفنا النهارده كان في تحيه ما بين جمهور الاهلي وجمهور الترجي الثاني يوم قريب شهم مع الفريق البرازيلي. يعني لان النادي الاهلي هو محترم وراقي وبيورق رؤيته وبيشجع، وهو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي احنا برضه يبقى في تشجيع وتنسيق. يعني تنسيقنا مع الجهات هنا هو اللي خلى في النهايه يبقى في شكل عام جيد يلائم البطوله. ده برضه اللي بنتمنى ان هو يكون موجود يعني حقيقه ان شاء الله. يا رب باذن الله. وبرضه طبعا عشان اكلمكم في بدايه اللعيبه، احنا في اتكلمنا معاهم بعض الكرة هم طبعا كانوا محبطين شويه يعني، طبعا هو طبيعي النادي انا مش عايز يخسر حتى لو يعني حتى لو بطل العالم، ده حقيقي. يعني ما تبقاش عايز تخسر، اللعيبه كانت محبطه دي مش من الاحباط اللي عندك في السنه اللي طبعا، دي حاجه ايجابيه ما يتحطيش بالشيرت الاحمر وحاطين بروح النادي الاهلي بيبقوا مش متقبلين بصراحه، اختار من احسن فريق العالم. بس يعني طبعا خلينا نعمل على الاقل وقود تكتيك يعني مباراه بكره برضه مهمه جدا. انتوا برضه على غرب الناس مش كتير، مش عايزين ان احنا الاحباط ده يخلينا نلعب بكره واحنا مريحين ولا مريحين، لا احنا عندنا فرصه كبيره ونبدا ان احنا نستفيد الدوافع بتاعت الجيش ان شاء الله. يا دكتور محمد يعني بنشكر حضرتك جدا على المجهود الجبار اللي حضرتك بتبذله، وبنشكر ايضا يعني عايزين من خلال حضرتك نشكر ايضا اللجنه المنظمه اللي ساعدت حضرتك كتير في اننا نصل ان الحضور الجماهيري يكون اعلى حضور جماهيري دايما في البطوله هو جماهير النادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله يعني ترجع باذن الله حضرتك والبعثه واحنا معانا الميداليه المركز الثالث باذن الله. دكتور حقيقي انا فعلا يعني دي برضه فرصه ان انا اتفضل بوست عندي كده على الفيسبوك، لكن اتمنى من خلال قناه النادي الاهلي ان انا اشكر اللجنه المنظمه الحقيقه، واشكر كل المسؤولين في وزاره الرياضه هنا في السعوديه والاتحاد الاهلي السعودي. الحقيقه الاتحاد دي كلها محترمه فعلا بتقدر تحترم مصر وتحترم النادي الاهلي وبيتعاملوا بالطريقه الاحترافيه، وكان يعني زملوا عقبات كتير وسافرين مجموعات كتير خاصه بالفرقه وخاصه بحضور الجماهير. فبحب اقدمهم بكل شكر وتحيه. بالتاكيد بنشكرهم بالفعل لان هم فعلا قاموا فارس بدور عظيم جدا. طبعا بنشكر دكتور محمد سراج مجهود جبار مع اللجنه المنظمه.